بالنسبة إلى رد السلام أثناء قراءة القرآن، الأولى أن ترد السلام، الأولى أن ترد السلام، وكذلك تشميت العاطس، الأولى أن نشمت العاطس، لأن بعض العلماء قالوا بأن رد السلام وتشميت العاطس من جملة الواجبات. هو ذكر الجمهور، يعني مذهب الجمهور، أن ذلك من باب المستحبات، وذكر بعض أهل العلم أن هذا من باب الواجبات، واستدلوا بحديث حق المسلم على المسلم، فالحق لا يكون إلا لواجب.